الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية. انتهاء الحملات الانتخابية لمرشح الرئاسة تمهيدا لبدء الصمت الانتخابي مع أولى ساعات غد الجمعة. في لقائه مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية، وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف القتال في غزة والدفع بحل الدولتين لإنهاء الصراع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف غزة، ومندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف عن إعداد آلية لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح البري. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل والفضائية المصرية، فأهلا بكم. أهلا بك شهاب. أهلا أمل، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بالكلية الحربية. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين بالالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وشاهد السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات، وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وأوصى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة. كما شهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي
متمنيا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة. يبدأ الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية بالداخل مع أولى ساعات يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر وفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024. ووفقا لقانون الانتخابات يختتم مرشح الرئاسة حملاتهم الدعائية والانتخابية بجميع أنحاء الجمهورية اليوم، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأحد المقبل ولمدة 3 أيام. أيام قليلة وتنطلق الانتخابات الرئاسية بالداخل وسط اهتمام كبير من المجتمع الدولي، نظرا لما تمثله مصر من ثقل دولي وإقليمي لا يخطئه ناظر. انتهت كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل والتي تنطلق الأحد القادم وتستمر لمدة 3 أيام. الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة بين 4 مرشحين، على رأسهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ثم المرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة. الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تقديم كافة التيسيرات لجميع فئات المجتمع وفي قلبها ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية. المصريون في الخارج سطروا ملحمة وطنية بالإقبال على التصويت وممارسة حقهم الدستوري، ما يؤكد مدى الوعي الجمعي الكامل للمصريين. في ظل تحديات كبيرة تحيط بالوطن، تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل وسط دعوات للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء واستكمال مسيرة الديمقراطية. المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري يؤكد على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار. كما أن الحرص على المشاركة في الانتخابات يكشف مدى الوعي السياسي والاجتماعي الذي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع. حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من يحق له المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية. القانون نص على أنه يحق التصويت لكل مصري بلغ 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرك بقاعدة بيانات الناخبين، فيما يعفى من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طيلة مدة خدمتهم، ويحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية والتصويت في الانتخابات المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، ومن صدر ضده حكم نهائي بات. وإضافة لكونها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، فإن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى سواء على مستوى الفرد أو الدولة. فالمشاركة الانتخابية تنمي إحساس الفرد بالقيمة والكرامة وتشعره بأن صوته الانتخابي مهم ومؤثر وفاعل في الحياة السياسية للدولة. كما أن المشاركة في الانتخابات تعزز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي وترفع مستوى الوعي السياسي للمجتمع ككل. المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعزز كذلك من مكانة مصر أمام العالم وتغلق الباب أمام الساعين لنشر الأكاذيب حول عدم تمتع الدولة بالمناخ الديمقراطي اللازم لإتمام العملية الانتخابية. كذلك فإن المشاركة في الانتخابات تعد أمرا على درجة كبيرة من الأهمية لاستكمال مسيرة التنمية ومواصلة بناء الدولة المصرية الجديدة. نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج مؤتمره الجماهيرية الثاني بمدينة سوهاج، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. كما نظم حزب المصريين في مدينة الغردقة مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، والذي أكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكذلك تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي الذي تتوقف خلاله فعاليات الدعاية ترغيبا لبدء عملية التصويت لاختيار رئيس مصر القادم، حرص عدد من الأحزاب والكيانات على عقد المؤتمرات الحاشدة بالمحافظات المختلفة لإعلان الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. فبمحافظة سوهاج وبمشاركة شعبية حاشدة نظم حزب المستقبل الوطن مؤتمره الجماهيري الثاني دعما للسيسي وتأييدا لتوليه رئاسة مصر. حضره أبناء سوهاج من مراكزها وقراها المختلفة. شعب سوهاج بيقول للسيد الرئيس احنا وراك وخلفك وبندعمك وداعم للدولة المصرية وداعم لجميع القرارات اللي بتخذها الدولة ووزارة الحفاظ على مقدرات الشعب والأمن القومي المصري. شعب السواجي يعني صاحب المعدن الأصيل اللي مقدر ومسمن ما فعله السيد رئيس الجمهورية من أجل تنمية الصعيد وتحديدا في مبادرة حياة كريمة وما يحدث يعني لكل قرى محافظة سوهاج ومشروع من ما يحدث من مشروعات عملاقة وتنمية يعني لا ينكرها إلا جاحد. مشروعات كتيرة جدا استفدنا بيها ولمسناها في الفترة السابقة زي مشروعات حياة كريمة وتكافل وكرامة وزي في مبادرات كتيرة زي مبادرة الصحة 100 مليون صحة مبادرة فيروس سي مبادرة مسح الانيميا للطلبة ودي كلها حاجات احنا لمسناها في الفترة السابقة. وبمحافظة البحر الأحمر وبالتحديد بمدينة الغردقة نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا أعلن فيه الحضور الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أثناء خوضه للانتخابات الرئاسية. المؤتمر الذي جاء بمشاركة 17 رئيس حزب مختلف أكد فيه الحضور أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال بناء المستقبل الأفضل لمصر. مؤتمر حاشد بإذن الله لدعم فخامة الرئيس وتوجيه الناخبين إلى ضرورة الوصول إلى صناديق الاقتراع والخروج بكثافة لنؤكد للعالم كله أننا نسطر ملحمة تاريخية الهدف منها هي التأكيد على استقرار الدولة المصرية والتأكيد على أننا جميعا نقف خلف هذه الدولة التي تحتاج تضافر الجهود وتحتاج كل القوى السياسية والوطنية. الناس دي مواطنين عاديين كلهم جايين النهاردة للمشاركة وإبداء الرأي ان احنا فعلا بنأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. البنية التحتية كانت معدومة من سنة 52 مفيش حد عمل فيها حاجة. احنا كنا لما نسافر القاهرة كنا ناخد 12 ساعة في الطريق. النهاردة عشان انا اسافر القاهرة من الغردقة للقاهرة وبحضر المؤتمرات في القاهرة باخدها بالسيارة في 3 ساعات. هذا المؤتمر بيقول يا جماعة انزلوا وشاركوا ودي اللي انت عايزه، لكن هو التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال وبالذات في وقت تموج في المنطقة وكثير من المكائد والمغامرات وتحتاج إلى رئيس يملك القدرة والفهم والوعي على اللي يعني يسير بالسفينة إلى بر الأمان. اليوم تطلق قوس بكامل شعبها لا تشكر نتمنى للتاريخ. وبحضور الأهالي ومثل الأحزاب السياسية عقب بمركز مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية مؤتمر حاشد طالب حضوره بضرورة الحرص على المشاركة الفعالة في الانتخابات، كما أعلنوا في المؤتمر تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. فاقوس ستخرج وستنتقل يوم 10 و12 وسنقول نعم للاستقرار وستهاجى العالم المضطرب وسنقول نعم للأمن والأمان. من بين المرشحين 4 يختار المصريون بإرادتهم الخالصة رئيس مصر القادم من خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي ينطلق بعد أيام قلائل يثبت فيها المصريون إيجابيتهم في المشاركة والحرص على دفع مسيرة الوطن التنموية إلى الأبهم. سوزان مصطفى أمين للأخبار.
شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن بالساد بترسبورت. جاء ذلك في ختام مؤتمراته الشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. ووجه فوزي الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب، وأشار في كلمته أنه على مدار 9 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الاقتصادية والمجتمعية والمبادرات الصحية والمجتمعية التي ساهمت في النهوض بحياة المواطن المصري. أعلن باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تواصل العمل بغرفة العمليات التي شكلتها الحملة لمتابعة تصويت المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية، وستستأنف عملها اعتبارا من السبت 9 ديسمبر، وذلك استعدادا لانطلاق الماراثون الانتخابي بالداخل بعد أن قدمت جهدا مشرفا خلال متابعتها لتصويت المصريين بالخارج. وأشار كامل إلى أن الغرفة ستعقد بشكل يومي خلال أيام التصويت الثلاثة. أشادت منى شماخ المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتغطيات الإعلامية لقنوات التلفزيون المصري والمواقع والصحف المصرية والتي أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين وعرض برامجهم وأفكارهم، مما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات. اختتم المرشح الرئاسي عبد السند يمان رئيس حزب الوفد مؤتمراته الانتخابية بمؤتمر جماهيري استضافته قرية نمية الشيحة بمحافظة الجيزة. شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي. مؤتمر هو الأخير قبل الصمت الانتخابي في سلسلة المؤتمرات الجماهيرية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. المؤتمر جاء كعرض نهائي للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي لأعضاء حزب الوفد وجمهور الحاضرين. وكما اعتدنا في المؤتمرات السابقة كان ملف التعليم هو الملف الأهم بمشاكله وحلوله. التعليم محتاج لميزانية ومحتاج إلى هيئة تقوم به الحقيقة مستقلة لا تتغير سياستها بتغير الوزراء. القضية الفلسطينية قضية محورية عربيا وقومية وفديا. فلسطين أمن قومي مصري، هذه حقيقة ويجب أن نعالجها وفقا للدستور. الإصلاح التشريعي كان من المحاور الهامة التي اهتم المرشح الرئاسي ذو الخلفية القانونية الدكتور عبد السند يمامة بعرضها على جمهور الحضور. للأسف الشديد نحن محتاجون لإصلاح تشريعي خاصة، والإصلاح يتعلق بأن هناك في نصوص في تشريعنا غير مفعلة من مدة 14 سنة. الإدارة المحلية، منصب نائب رئيس الجمهورية، القوانين المناسبة بالنسبة للحبس الاحتياطي. الأوضاع الاقتصادية والحلول المطروحة كان لها نصيبا كبيرا في المؤتمر الجماهيري الختامي للمرشح الوفدي، والذي أكد أن الحلول ممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية. الحق فوق الكرة والأمة فوق الحكومة، شعر تبناه سعد الزغلول ورفاقه في الوفد منذ أكثر من 100 عام، واستطاعوا أن يشكلوا به الوجدان السياسي للشارع المصري أنذاك. فليستطيع الدكتور عبد السند يمامة المرشح الجمهوري ورئيس حزب الوفد الآن أن يستخدم نفس الشعار في إعادة الحياة إلى الحزب العريق، أم أن 100 عام كفيلة بتغيير اختيارات الشارع المصري؟ أحمد هندي، النيل للأخبار. عقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري مؤتمرا جماهيريا بمدينة بنها. تناول المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا وطرح الحلول التي يقدمها برنامجه الانتخابي لهذه المشكلات. قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا كانت المحطة الأخيرة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة.
وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح في تلك المشكلات، بالإضافة إلى حث المشاركين على الإدلاء بأصواتهم والوقوف خلف من سيختاره الصندوق ليكون رئيسا لمصر. بالمشاركة إرادة الشعب المصري هي التي تحقق. ضعف المشاركة لن تحقق إرادة الشعب المصري. احنا عايزين ولادنا يكونوا أحسن مننا، عايزين مستقبلهم، عايزين نغير حاجات كتير بنحلم بيها، ولكن هل نحن حالمون ورومانسيون؟ الإجابة لا. وعملنا برامج كتير قبل كده وكانت ناجحة، وياما دول كان عندها تحديات أكبر من تحدياتنا وكان عندهم ظروف أقصى من ظروفنا، وقدروا ان هم يتحولوا الى اقتصاديات عملاقة. وتطرق المرشح الرئاسي للارتقاء بالمزارع وتصميم خريطة زراعية لكل المحافظات وزيادة العائد على اعمالهم الزراعية. برنامجنا هيضمن للفلاح ان انا هرفع له الكفاءة المحصولية، هرجع له الارشاد الزراعي مرة تانية، علشان الفدان بتاعه بدل ما هو بينتج زرعتين هينتج ثلاثة من غير ما يأثر على التربة بتاعته. وهنجيب له حاجة تانية، اوعده بحاجة تانية، ان الزراعات التعاقدية مش هسيبه يزرع واجي بعد كده بعد ما زرع احدد له ثمن المحصول، هحدده له قبل ما يزرع عشان يبقى عارف هو دخل له قد ايه، وهخليه ان هو يعظم من العائد بتاعه. ملف التعليم والصحة كان من أبرز ما تطرق له المرشح الرئاسي في برنامجه الانتخابي لتحقيق العدالة الصحية وتحسين وتطوير البنية التحتية الطبية. هتتصرف على الأبنية التعليمية الجديدة، هتتصرف على تجهيز المدارس، هتتصرف على برنامج تطوير المعلم ورفع كادر المعلم. هو ده البرنامج، وجبنا الموارد المالية وحسبناها وعرفنا قد ايه هيخش لنا في الصندوق، وهنقدر ان احنا باذن الله في خلال اقل من سنتين نكون حققنا عدد كبير جدا من تقريب الفجوة وننتهي منه في خلال 3 سنوات ان شاء الله. مصر امانة، ومستقبل اولادنا واحفادنا امانة، ونزولنا الى الصندوق امانة، واظهار احترامنا لبلدنا امام العالم واختيار الاكفى والاصلح امانة. وعند الصندوق المعاد، سيد زيد، التلفزيون المصري. نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية بعنوان تصدوا معنا. تستهدف الحملة توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية التي تستهدف التأثير السلبي على المجتمع المصري، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعي الثقافي والوطني لأفراد القوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومي في كافة القطاعات. نظمت مؤسسة الجمهورية الصحفية مؤتمرها الثالث لعرض إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المؤتمر استعرض خطط بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات الخدمية التي تحققت خلال الأعوام الماضية. نصر السيسي وبناء الدولة الحديثة شعار أطلقته جريدة الجمهورية على ثالث مؤتمر يعرض إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات خلال الأعوام الماضية واستراتيجيتها التنموية الشاملة في المرحلة القادمة. نهج وسياسة تحريرية بتنتهجها جريدة الجمهورية دايما حاضرة بعرض جهود الدولة، بعرض إنجازاتها، يعني بتوعية الشعب المصري، بطرح أفكار ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض تفاصيل أكبر وأعظم تجربة للبناء والتنمية. أعتقد أن الدولة المصرية دائما بتنتصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس أنقذها ومش بس انتشلها من السقوط والضياع، لا، ده أطلق أعتقد مشروع وطني لتحقيق التقدم، هو مشروع تاريخي. أهم إنجاز أنا بأراه الحقيقة اهتمام الجمهورية الجديدة بالشباب،
وبناء وعي قومي حقيقي وانتماء وطني لدى الشباب. والجامعة لها دور كبير جدا في بناء هذا الوعي، نتيجة لأنها بتتعامل مع فئة الشباب اللي يمثلوا أكثر من 65% من الهرم السكاني في مصر، لأن هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل وهم اللي هيقودوا خطة التنمية المستدامة التي نضع اليوم جذورها وأسسها ومستهدفاتها. عدد من الوزراء والمحافظين وصانع القرار حضروا المؤتمر لإطلاع المواطنين على ما أقيم على أرض الواقع من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وتنموية تساهم في أحداث نقلة اقتصادية. مصر بتواجه عدة تحديات، وتفاقمت هذه التحديات مع مرور الزمن بسبب عدد زيادة السكان واحتياج مطالب الشعب المصري وارتفاع مستوى المدنية في مصر وارتفاع مستوى الإنفاق داخل الشعب المصري. من أهم هذه التحديات تحديات داخلية وتحديات خارجية. من أهم هذه التحديات الداخلية اللي هو محدودية مياه نهر النيل اللي هي 55.5 مليار متر مكعب، واحتياج الأرض الزراعية اللي هي 8.5 مليون فدان حاليا إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب. لو نظرنا إلى أي مجال من المجالات يعني هنجد كل إنجازات السيسي واضحة، في ابتداء من يعني زي ما بنشوف الطرق واحنا جايين، واحد بيجي من بيته، انا مثلا كنت باجي من بيتي باخد ساعة ونص، دلوقتي بقى الطرق الجديدة باخد 40 دقيقة، ده وفر لي وقت فلوس صحة، انعكس على السياحة، انعكس على التجارة، انعكس على الاقتصاد بشكل عام. المؤتمر ينطلق تزامنا مع احتفال جريدة الجمهورية بمرور 70 عاما على اصدارها وموعد اجراء الانتخابات الرئاسية، من اجل اعلام المصريين بجهود وانجازات الدولة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر يحمل في طياته ابعادا تنموية للمواطنين على مستوى الجمهورية كافة لابراز ما قامت به الدولة المصرية من اجلهم خلال الاعوام الماضية، ليتم استعراض الرؤى والحلول خلال جلسات حوارية ونقاشية تستهدف رفع الوعي لدى المصريين بجهود الدولة المصرية في تحقيق نهضتها الشاملة من مقر مؤسسة الجمهورية. أحمد ممدوح، النيل للأخبار. في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وأهمية الدفع بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع. وأضاف شكري خلال اللقاء عقده مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية أن السلطة الفلسطينية لديها الهيكل الحكومي والإمكانيات لتمثيل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية القادمة سينزع منها السلاح ولكن سيكون لها نظام شرطي لحفظ السلام فيها، مع احتمال وجود قوات للناتو ومشاركة عربية لتحقيق الأمن للفلسطينيين. أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن هناك آلية ستشترك فيها الأمم المتحدة لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري. وخلال مؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، أكد السفير أسامة عبد الخالق أن المعبر مفتوح ولم يغلق منذ 7 أكتوبر الماضي. أؤكد أمام الجميع أن معبر رفح منذ 7 أكتوبر إلى هذه اللحظة من الجانب المصري مفتوح، إنما هناك حالة سلطة قائمة بالاحتلال في منطقة عمليات حربية وحرب مستعرة، عدوان على أشقائنا وأهالينا في الفلسطينيين في غزة. هناك آلية بتشترك فيها الأمم المتحدة، الجانب المصري، سلطة الاحتلال والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني لتنسيق، لأن المساعدات عندما تنساب من المعبر المصري لابد أن على الطرف الآخر يجري استلامها ويجري توزيعها. مع وجود العمليات الحربية ومع القصف المتكرر
للجانب الفلسطيني من معبر رفح بيتعذر على الأمم المتحدة استلام المساعدات، ويتعذر على الهلال الأحمر الفلسطيني استلام المساعدات. لذلك الغرض تحديدا وإدراكا بأن السلطة القائمة بالاحتلال هناك بعض العراقيل والتعطيل لانسياب المساعدات، المجموعة العربية والإسلامية أعدت مشروع قرار خصيصا لتسهيل انسياب المساعدات بصورة منتظمة، نتحدث على تفعيل كافة المعابر. الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بيقوموا بدور بارز للغاية طوال 10 سنوات. مشروع القرار في طور الإنهاء وينتظر الدفع به للتصويت مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله. مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح أكد أيضا أن الجامعة لم تتوقف يوما عن دعم القضية الفلسطينية. وأشار السفير ماجد عبد الفتاح أن الجامعة العربية على تواصل دائم مع جميع الأطراف لبحث كافة خطوات وقف المجازر الدموية في قطاع غزة والأراضي المحتلة. الجامعة العربية لم تتوقف يوما عن دعم القضية، سواء كان من ساعة لما أصدرت القرار رقم القرار اللي في يوم 11 أكتوبر، القرار اجتماع الوزير الطارئ اللي طلبته فلسطين، أو من القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت يوم 11 نوفمبر واللي انبثق عنها اللجنة الوزارية التي تزور واشنطن اليوم وتلتقي مع الإدارة الأمريكية لبحث كافة خطوات وقف هذه المجزرة الدموية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سواء كان في غزة أو في أراضي أخرى من الأراضي المحتلة. قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، قال إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها، وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه. وتوقع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور طرح مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المادة 99 تعطي الصلاحيات للأمين العام الذي إذا رأى على أنه الحالة تهدد الأمن والسلم الدوليين أن ارتكازا على المادة 99 يطلب من مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات وخطوات عملية قد تفسر من البعض ويجب أن تفسر على أنها ملزمة لوقف هذا الخطر على الأمن والسلم الدوليين. ولذلك هو التجأ لهذه المادة بطلب وقف إطلاق نار إنساني فوري. ونحن في مشروع قرارنا تزاوج مشروع قرارنا مع ما يريد الأمين العام الذي نؤيده بشكل كامل في مطلبه أن يرتقي مجلس الأمن إلى مستوى المسؤولية وأن يتصرف لوقف هذه الحالة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتهدد بحياة عدد هائل من الفلسطينيين من المدنيين من الأطفال والنساء، ليس فقط من القصف وإنما من الجوع ومن المرض ومن كل الأشكال التي تهدد حياتهم بشكل جماعي، ومن ثم يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. ونشكر على ذلك ونؤيده في هذا المسعى جميعا. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور غباشي بعد التحية، يعني مساعي عدة للتوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل للوضع الكارثي في غزة، في رأيك هل تنجح تلك المساعي والمناشدات خاصة فيما يتعلق ب يعني الجديد لاجتماعات ومباحثات ومفاوضات اللجنة الوزارية العربية المعنية بمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني خليني اقول لك الوضع الكل يعلمه انه حرج للغاية، الشعب يباد، لا مكان امن فيه، صرخات الموجودين داخل قطاع غزة طالت كل ضمير انساني على مستوى العالم، الشعوب نزلت الى الشارع تندد بما تفعله اسرائيل وتتحدث عن ضرورة وقف اطلاق نار انساني بعيدا عن مسألة أسرى
او مقبوض عليهم او معتقلين. السكرتير العام للامم المتحده استدعى للمره الرابعه في تاريخ هذه المنظمه الماده 99 التي تفعل وتلزم مجلس الامن بضروره ايقاف اطلاق النار لظروف انسانيه. الجانب العربي يبذل جهدا، لكن عندك اشكاليه كبيره هي مدى قناعه اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه بهذا الطرح، وهل المجموعه العربيه والموجوده في نيويورك وتحاول استنادا الى الواقع الانساني المؤلم داخل قطاع غزه والطرح الذي طرحه السكرتير العام للامم المتحده والذي كان منصفا للحقيقه للقضيه الفلسطينيه وللمقاومه منذ 7 اكتوبر حتى هذا التاريخ في اقناع الولايات المتحده الامريكيه والضغط على اسرائيل لايقاف هذه المجزره التي ترتكب بشكل شبه يومي. انا متصور ان العالم كله في اختبار صعب، المنظمه الدوليه على المحك، المجموعه العربيه بدرجه او باخرى تجتهد لمنع هذه الاباده التي طالت الاطفال والنساء والرجال وطالت كل شيء موجود على سطح الارض داخل قطاع غزه. فالموقف كله بيد الواقع الدولي والاقليمي، ونتمنى للمجموعه العربيه ان تنجح في ذلك وان نصل الى ايقاف اطلاق النار في هذه الدقيقه بعيدا عن ساعه قادمه او ساعات قادمه. أشكرك جزيل الشكر دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر تبذل كافة الجهود مع الشركاء لعودة الهدنة في غزة بأسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين. أكد رشوان أن مصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وزيادتها بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأبناء القطاع. وشدد رشوان على أن مصر ترفض رفضا باتا سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأهالي غزة داخل القطاع أو خارجه، وأنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها. أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جرافيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريبا للسماح بدخول المساعدات. يأتي هذا فيما شهد معبر رفح عبور 20 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني وتجهيز 135 شاحنة إغاثية تمهيدا لدخولها لقطاع غزة عبر معبر رفح. كما تم وصول 11 جريحا فلسطينيا اليوم إلى مصر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييده لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطالبته مجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وبتفعيل غوتيريش للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة سيتمكن بوصفه سكرتيرا عاما للأمم المتحدة من لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى أن مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين. ترحيب عربي ودولي بمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن لجوء غوتيريش لمجلس الأمن وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد على فداحة الموقف. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يعد أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه الكامل للرسالة غير المسبوقة لغوتيريش داعيا لمجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة جنيف.
قال فولكل تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك احتمالا كبيرا لارتكاب جرائم وحشية بقطاع غزة. من جانبها سارعت إسرائيل إلى التنديد بخطوة كوتيرش متهمة الأمين العام بدعم حركة حماس، حيث قالت الحكومة الإسرائيلية إن ولاية غوتيرش تمثل تهديدا للسلام العالمي. وفي نيويورك أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح غدا الجمعة لدراسة رسالة غوتيرش. لكن الولايات المتحدة التي عرقلت في السابق كل المحاولات الرامية لتضمين أي قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار أو بهدنة إنسانية كانت قد حذرت من أن طرح أي مشروع قرار جديد على التصويت لن يكون مفيدا في هذه المرحلة. وتسمح المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى الأمين العام أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين وسط وضع متدهور في غزة قد يؤدي إلى كارثة ذات آثار لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة. عقد المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان فلسطين والإعلام الدولي، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر. تأتي المائدة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تحت عنوان فلسطين والإعلام الدولي، نظمت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، وذلك من ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه الدعم من وزارة الثقافة المصرية ومجلس الأعلى للثقافة مهمة جدا، تسلط الضوء على موضوع أيضا مهم جدا وهي القضية الفلسطينية في الإعلام الدولي ودور الإعلام الدولي في القضية الفلسطينية، وكيف نحن أيضا في الإعلام العربي الملتزم مهنيا ووطنيا كيف يمكن أن نساهم في أن تظل القضية الفلسطينية حاضرة بشكل حقيقي. حدث تطور كبير جدا في الرأي العام العالمي، وكانت النتائج الإحصائيات واستطلاعات الرأي الأولى 64% مناصرين لإسرائيل و 36% مع الجانب الفلسطيني. بمرور الوقت وبمشاهدة الوحشية والدمار الشامل والعنف غير المسبوق في تاريخ البشرية، تحول الأمر وأصبحت الإحصائية 95% مؤيدة للحق الفلسطيني و 5% للجانب الإسرائيلي. خلال الندوة تم مناقشة الرؤى والتغطية الإعلامية الغربية للحرب على غزة ومخالفتها للواقع. في دراسة يمكن أنا حاول أعرف جزء منها النهاردة تنشر قريبا إن شاء الله، بتتكلم عن محاكاة وحدة الإعلام الإسرائيلي على التيك توك الإعلامي الاجتماعي للحرب في غزة من 1 أكتوبر، من 7 أكتوبر عفوا لغاية 1 ديسمبر الجاري. يمكن حللت 100 فيديو في هذه الدراسة لوحدة الإعلام الإسرائيلية إزاي أطرت لهذه الحرب وإزاي اعتمدت على زوايا نظر في معالجة الصراع في غزة. تم استعراض النقاط الخاصة بالتغطيات الإعلامية والتي تم نقلها من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، وتغير آراء المجتمع الدولي خلال فترة الحرب والتي أدت إلى تعاطفه مع القضية الفلسطينية بسبب المجازر التي أودت بحياة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال. يلعب الإعلام دورا متميزا في نقل مختلف الآراء اتجاه مختلف القضايا، خاصة في الحرب على غزة والتي شهدت تباينا من رأي المجتمع الدولي تجاه تلك الحرب. منذر أبو دوح، أنين الأخبار. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. دولة تفقدين رئيس الوزراء بالمتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع وسير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه. مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. نتعرف على أخبار الاقتصاد مع الزميلة تؤى نور الدين. إليك تؤى. شكرا شهاب وشكرا أمل، وإلى بانوراما الاقتصاد في نشرة الثامنة. وزارة التموين تعلن إتاحة سلعة السكر الحر البطاقات التموينية اعتبارا من الاثنين المقبل.
أصدر وزير التموين علي المصلحي توجيها وزاريا يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة. وذكرت وزارة التموين في بيان لها أنه سيتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو، وتسدد نقدا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية. وسيتم أيضا العمل بالقرار بدءا من يوم 2 المقبل. قال لواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وبالتنسيق مع مكتب الإغاثة بقطاع غزة والجهات المعنية، تمت الاستجابة لمتطلبات أهالي قطاع غزة بسرعة توفير الخيام والبطاطين اللازمة لهم. احنا النهاردة ان شاء الله رصادة تنفيذ القافلة الثانية من المساعدات. احنا جهزنا النهاردة 24 شاحنة محملة بحوالي 23 طن مساعدات اغاثة عاجلة لتلبية احتياجات القطاع، بتحتوي على 4500 بطانية، 6360 مرتبة، يصل كده ان شاء الله اجمالي حجم المساعدات الاغاثة العاجلة اللي طالعة من وزارة التموين وهيئة الاغاثة التسلكية لجنة عامة المساعدات الاجنبية الى 4800 خيمة، الى 10000 بطانية، الى 7000 مرتبة و900 حصيرة. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 71 مليار دولار، ليبلغ مستوى 35 مليار دولار و173 سنتا مقابل 35 مليار دولار و101 سنت في أكتوبر السابق له. انتهت نشرة الأخبار الاقتصادية وبانوراما الاقتصاد في نشرة الثامنة. الآن عودة إلى شهاب وأمل. شكرا. شكرا توا. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، واضحا أن الدولة تعتبره صرحا ثقافيا هاما سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية والإرث العظيم لها إلى العالم بصورة عصرية وجذابة. وعقب تفقده المتحف المصري الكبير، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط. وخلال الجولة أشار مدبولي إلى أن المشروع يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدا سياحيا يعكس الحضارة المصرية. كما أكد مدبولي ضرورة دفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.